كذلك نهاد من الدار البيضاء. انا وجدت الزيت الرئيسي لزيت الارز شجره الارز اللي كتنصح بها الزياده في طول القامه. شحال ديال المده نقدر نستعملو؟ نعم الا لقيتي الزيت، انا كنعاود الا لقيتي الزيت الاساسي او الويل اسونسييل غديري 6 نقاط في معلقه كبيره ديال زيت العود. الا لقيتي الزيت الطبيعي الويل فيجيتال هناك يمكن لك تاخذي منه معلقه صغيره في الصباح وفي الغداء وفي الليل. وإلا كان الأول تخلطوا مع زيت العود؟ إلا كان الأولاني الزيت الأساسي أو الويل إسونسيال يعني غتاخذ الروح غتاخذ 6 ديال النقاط ديرهم في معلقة كبيرة ديال زيت العود. سعيدة من زعير كتسولك دكتور عيما شنو الأثمنة ديال زيت الكوكو وزيت الباباي وزيت لافوكا؟ واش عندك فكرة؟ الأثمنة من الممكن نعطيك الثمن لأن كتختلف في الأسواق وخاصة في هذا المجال الطبيعي الأثمنة ماشي مقننة يعني كل واحد وشحال كيبيعوا. نعم.